علمين من أعلام التدريب ليس على المستوى الوطن العربي فحسب وإنما نقول ودون أي تردد على المستوى العالمي. أقول الخبير الدكتور حسان ونقطة فضلة الخبيرة الدكتورة سوسن الشلاح. عليهم سؤال يقول معنا في هذا الصباح وهم يخاطبون هذه المجموعة من ضباط هيئة التدريب، وهيئة التدريب هي الهيئة المسؤولة عن تدريب الشرطة في السودان. هيئتنا حسن في هيئة التدريب، رئيس التدريب هو مسؤول المدير العام للتدريب، وبيننا الأخ علي كلية الشرطة والقانون، والأخ المسؤول عن التخطيط في وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، ومعنا الإخوة مسؤولي التدريب في الجمارك الجمركية والقوة الشرطية لها بعد إداري وبعد فني، بدل ذلك من الشرطة البعد الفني يعني وزارة المالية، ومعنا الأخ مدير الإدارة العامة للتدريب الطلاب، الأخ مدير الإدارة العامة للتدريب على صف الجنود بالإنابة، وهؤلاء الإخوة كلهم مسؤولون عن التدريب. تبعية رأينا للترس هذه الفرصة، فرصة الأخت الخبيرة سمسن وهي في زيارة حديثة اليوم واحد للسودان لتقدم شهادة الجودة لوحدة من المؤسسات بتاعتنا. نحن الله سبحانه وتعالى يعني مؤسسات البلد طرح في هذا المجال، ورأينا أن نستفيد من هذه الفرصة النادرة، لأنه يعني من الصعب أنه يعني خبيرة الأخت سمسن أنه يعني تلقى وقت في أنه يعني الناس يقتربوا من هذه الساعات. يعني حقيقة يمكن نقول الأخت سمسن إحنا مع قليلات رايحنا وإلا نحن ماشيين معاها على المطار يعني، فلذلك كل دقيقة وكل ساعة إحنا حنكون حنستضيفها معانا إن شاء الله، ونحن نرحب بكم ونقول لكم الشرطة هي إن شاء الله أهلي والشرطة هي ذلك إن شاء الله وهي مؤسسة إن شاء الله سبحان الله. الأخ حسن هو يعني أنا كمان أذكر الخلفية بتاعته، لكن هو يعني يمكن لو خصصنا الزمن بتاع المحاضرة عشان نذكر الخبرات بتاعته، بعتقد أنه زمن المحاضرة وزمن الإنتراكشن ده ما حيكفي نذكر، عشان كده إحنا حنخليك تتعرف عليه من خلال المداخلة من خلال الطرح. أنا يمكن سألت الإخوة أنهم يعني أي أسئلة بتخيلوها وبشكل حاجز بالنسبة لهم في مجال التدريب أو في مجال التخطيط أو في أي مجال هم بيروحوا، بحيث يعني تكون هي تشكل لنا خارطة الطريق ونلاقيها إن شاء الله للمحاضرة دي. المحاضرة راح تكون بصورة تقليدية يعني محاضرة وإلقاء أبسط مثل ما حتكون كده، لكن حتكون إنتراكشن زي إن شاء الله حنطلع في رود ماب، والرود ماب إن شاء الله إحنا حنطلعها حنبدأ يعني حنشكل إن شاء الله عمل في الهيئة بإدارات المختلفة كلها بوحداتها بكل الحضور المشرفة إن شاء الله. وعشان كده إحنا حنحتاج برين ستورمينج نعتبر عصف ذهني إن شاء الله، و الخبراء قد يطرحوا قدر عامة أو إضاءات عامة لأنها تساعد الحضور في أنه يعني يقضوا بما لديهم من إشكالات وبما لديهم من أشياء يعني بشكل حاجز لهم في المجال ده، بدءا من التخطيط إلى الاحتياجات التدريبية إلى كل ما يعتمد في أسان الإخوة إن شاء الله. تبقى خطوات وتبقى العصف ذهني وتبقى الوحدات تساعدنا، لأن أخواني في تحدي نحن دائما نطمح أن الهيئة إن شاء الله بإدارات تبقى لما نتكلم عن الهيئة الآن ما بالهيئة بمفهوم الطيب، لكن نتكلم عن الهيئة وبأكاديمية الشرطة حضور الهيئة وبكلية الشرطة حضور الهيئة والإدارة العامة الجمارك
الضخمة وجود الهيئة وكل مسؤول التدريب في الوحدات حضور فيها، دي كل منهم بنعتبرهم أعضاء هيئة التدريب. ولذلك نحن دارين من هاي البريم ستور للدائرة، هل ممكن نقبل تحدي بأن الهيئة دي نحن نخليها تكون جاهزة ليش؟ على الأيسو ممكن، هل ممكن نقبل تحدي نطرح تحدي ده ممكن نقبله؟ خلونا نضع كل 6 شهور، نضع سنة حسب ما نتقبل خلاص الطريق، ونحن دارين أن تكون الهيئة في منظومتها الموجودة فيها دي كلها أي واحدة فيها تبغى هي تكون مثال الأيزو، وبعدها نشوف إذا من التحدي ليها إذا كنا قبل إذا كنا بيتنا. أنا حقيقة المقدمة البسيطة دي أدعو المحتوى الخبيرة ل